بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب الأرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان لحوبه فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وهقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، وأذنت لربها وهقت. وإذا بطشتم جبارين. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. اللهم صل على سيدنا محمد، طب بالقلوب ودوائها وعافيته أبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تمن على سيدنا محمد الذي تنحل به العقاد وتنفرج به القراب
وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الومام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب أرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم إن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت أجد بناصيتها إن ربي على صراط المستقيم. يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم. ادفع عنا كل بلاء الدنيا وبلاء الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة ومن عدو من الإنس والجن ومن الشيطان وإبليس وما يطير في الهواء وما ينزل من السماء وما يخرج من الأرض برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب الأرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لو أنزلنا هذا
القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وهقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وهقت وإذا بطشتم جبارين أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر اللهم صل على سيدنا محمد طب بالقلوب ودوائها وعافيته أبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تمن على سيدنا محمد الذي تنحل به العقاد وتنفرج به القراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الومام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أنت ربي
لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب أرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يقل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم إن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت أجد بناصيتها. إن ربي على صراط المستقيم. يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم. ادفع عنا كل بلاء الدنيا وبلاء الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة ومن عدو من الإنس والجن ومن الشيطان وإبليس وما يطير في الهواء وما ينزل من السماء وما يخرج من الأرض برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب الأرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله
الله الخالق البارئ المصور الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وهقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وهقت وإذا بطشتم جبارين أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر اللهم صل على سيدنا محمد طب بالقلوب ودوائها وعافيته أبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تمن على سيدنا محمد الذي تنحل به العقاد وتنفرج به القراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الومام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب أرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يقل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم إن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت أجد بناصيتها إن ربي على صراط المستقيم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء
البلاء يا رحيم. ادفع عنا كل بلاء الدنيا وبلاء الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة ومن عدو من الإنس والجن ومن الشيطان وإبليس وما يطير في الهواء وما ينزل من السماء وما يخرج من الأرض برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان لحوبه فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وهقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وهقت وإذا بطشتم بطشتم جبارين. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر.
اللهم صل على سيدنا محمد، طب بالقلوب ودوائها وعافيته، أبدان وشفائها، ونور الأبصار وديائها، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تمن على سيدنا محمد الذي تنحل به العقاد وتنفرج به القراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الومام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب أرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم إن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت أجد بناصيتها، إن ربي على صراط المستقيم. يا دافع البلاء يا الله، يا دافع البلاء يا رحمن، يا دافع البلاء يا رحيم، ادفع عنا كل بلاء الدنيا وبلاء الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة ومن عدو من الإنس والجن ومن الشيطان وإبليس وما يطير في الهواء وما ينزل من السماء وما يخرج من الأرض برحمتك يا أرحم الراحمين.